بس المباريات اللي هي زي دي يا كابتن بيبقى افضل اعداد وافضل تجهيز لمباراه زي الوداد اللي جايه كمان اسبوعين. فجمهورك واحنا كمان احنا من ضمن الجمهور، احنا عايزين نطمن على الحاله الفنيه لعيبه النادي الاهلي تمام. قبل ماتش الوداد تمام. لما انت تعمل ماتش اقل متوسط، الماتش اللي بعده نفس النظام، الماتش اللي بعده انت ماشي على نفس الله. طب انت كده مش مريحني حتى، مش مطمني انت. فانت بتقول انا دلوقتي مش قلقان، طب انا عايز اطمن امتى؟ هو يوم ماتش الوداد. لحظه يا كابتن، هو الاطمئنان يعني انا الحاله الفنيه اللعيبه، يعني انا النهارده مثلا هل طريقه اللعبه وهل الافراد كلها اللي هتلعب في مباراه الوداد؟ لا يا كابتن، وممكن يجي لك وقت هتقول لي هيكونوا مصابين، فممكن يكون لا قدر الله يكون ناس مصابه. انا ما بتكلمش على مباراه واحده، يعني احنا مثلا كنا بنتكلم من فتره على طريقه اللعب وطريقه تشكيل مستر فايلر، فكابتن علاء ميوب كان بيقول لنا ايه من فتره، هو كابتن محمد يوسف، هو الراجل خلاص بنسبه 99% حاسم بطوله الدوري، هو دلوقتي بيفكر في حاجه ثانيه خالص. يعني هو طبعا بيفكر في الماتش ده انه يكسب، ولكن هو بيفكر لقدام لماتش الوداد، فهو عينه على حاجات في الملعب عايز يعملها ماتش الوداد. فانت لما تيجي تقول لي ان النهارده، طب اقول لك حاجه يعني مش صدمه ولا حاجه، اقول لك حاجه، اللي انا شايفه انه ما فيش تفكير لماتش الوداد في كل المباريات اللي فاتت اتعملت، لان طب امال انت مش قلقان ازاي؟ لا ما انا هقول لك، انا بتكلم على نفسي. عايز اقول لك هو التاني حل نفسه، انا حل نفسه من الامر، لكن انا عاوز اقول لك حاجه، انا ما فيش حاجه من مباراه الوداد، يعني انا عاوز اقول لك حاجه، يعني انا دارس الوداد كويس جدا كويس، ويمكن اقول لك تشكيله على ظهر قلب دلوقتي، اقول لك احمد دجاتي والنهري وكماره واشرف سريري والمعلود اللي هو الباك رايت ويحيى جبران وابراهيم النقاش ووليد الكارت ده الخبره اللي فيهم واسماعيل حداد، انا عارفهم كويس قوي، ويمكن انا اتفرجت على مباريات كتير ليهم قوي، ويمكن انا مشغول بيهم اكتر منه، يعني مش يعني دايما عمال اتفرج عليهم واشوفهم وازاي بيتحركوا وازاي بيشتغلوا علشان احنا هنقابلهم ازاي كفرقه النادي الاهلي مثلا في الوقت الحالي. كويس. انت لو جيت انك انت بتعمل انت لو جيت انك انت بتيجي تعمل لمباراه الوداد بالشكل اللي بيتعمل ده، انا شايف انه ان ما فيش الاعداد ده جيد، لاني دلوقتي مثلا على سبيل المثال عاوز اقول لك انت ما عندكش استقرار في حته الباك رايت، رغم ان افضل حته عند الوداد اللي هي الباك ليفت اللي هو نهري اللي هو وليد الكارت اللي هو اللي عنده خبرات كتيره قوي واللي عنده سرعات واللي عنده مهاري جامد وهداف رغم ان هو باك ليفت. تخيل ان فرقه الوداد مثلا جابت 11 لاعب من الدرجه الثانيه، 11 لعيب من الدرجه الثانيه اتعاقدوا معاهم السنه دي اللي هي في بدايه السنه، منهم ثلاثه تأيدوا افريقيا وثلاثه دول لعيبه واعدين، لعيبه كويسين، يعني من اللعيبه اللي عاوز اقول لك اللي طالعين منهم جدارين، ده من افضل اللعيبه اللي هتشوفهم في الوقت اللي هو صاعد لسه لاعب صغير وصاعد. ففي حاجات كتيره يا كابتن ايمن انا بقولها، انك انت ما تصدرش مشكله زي ماتش الترسانه النهارده من وجهه نظري، عشان كده انا بقول لك من وجهه نظري وصلنا للهدف بتاعنا. هدفي ايه؟ انا مش عاوز اداء دلوقتي قدم ما انا عايز، استقرار، لان انت لا قدر الله لو كنت خسرت من الترسانه، انت عارف النادي الاهلي لما بياخد دوري وبياخد كاس وبياخد افريقيا وحاسم الدوري وممكن يتعادل مباراه يقول لك شمس الاهلي غابت، ما هو ده النادي الاهلي، الناس فانا بقول تمنيت ان انا اخرج من المباراه بالمكاسب، يعني هقول لك من اهم المكاسب النهارده مصطفى شوبير. لا في مكاسب طبعا، يعني مصطفى شوبير طبعًا. انا من وجهه نظر من اهم مكاسب النادي الاهلي النهارده ولعب كويس، عنده ثبات الحمد لله، اطمنت عليه، لانه انت دلوقتي علي لطفي عنده تعبان ربنا يشفيه، عندك محمد الشناوي قلنا يا رب يخلوا لنا سليم دائما والحاجات دي، ولازم نحافظ عليه لانك انت عندك مباراه مهمه، فلازم تدي واحد زي مصطفى شوبير خبره. مصطفى شوبير من الاجوان اللي انا عايز اقول لك الواعدين جدا، انا يعني انا اشتغل معايا فتره وشفته كويس قوي وحطيته تحت اختبارات كتير، طلع ايه؟ طلع جون كويس، جون ممتاز، ويمكن كل الكلام عليه في كل، فده مكسب من المكاسب الكويسه. لكن انت بتتكلم على طريقه لعب، ما فيش دلوقتي مدرب بيحضر ممكن يلعب بطريقه اللعب اللي هيلعب بيها قدام فرقه زي الوداد قدام، لا انت بتحضر، يعني اللي هو عايز اقول لك انا بحضر اللعيبه دلوقتي ان انا اجهزهم بس. انت في اخر السنه وليس في اول السنه يا كابتن ايمن، انت خارج من كورونا، انت داخل خارج من ضغط مباريات، فانت عاوز تجهزهم استشفى، عايز توصلني
ان انا اروح مباراه الوداد عندي المهاره الذهنيه كويسه قوي وعندي الاستشفاء رجعت كويس قوي وعندي الاستمراريه اللعب بالخبرات زي يعني مثلا علي معلول من اكتر الناس لعب كويس صح ماشي علي معلول انت محتاج ان انت تريحه ومحتاج ان انت توصله لمباراه الوداد يعمل افضل حاجه ممكنه عندك كويس ده علي معلول ماشي لازم تستقر ما بين احمد فتحي ومحمد هاني لازم الاستقرار في حته الباك رايت مهم جدا 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 ماشي. قبل مباراه الوداد انا اروح الوداد مش عارف محضر طريقه ايه وامرن لا طبعا إيه؟ لازم اكون ممرن اللعيبه عليهم ولازم اكون مطبق في المباراه لا يا كابتن انا بكلمك في اوقات الفرق بتبقى عندها يعني حاله غير طبيعيه وانتوا عارفين يعني انك انت داخل على مرحله غير طبيعيه لما تدخل المرحله الغير طبيعيه في انك انت واصل في بطوله كاس وخلصتهم انت فاهمني الامر احسن ما يكون في مفاجاه حصلت لك فانت لما تلم فانت بتلم حاجه بسيطه الاول اذا كان اداء ولا مش اداء الاداء يتغير بالشكل طبيعي النهارده المفروض انا كنت مستني مفاجاه من ترسانه مع احترامي كامل لترسانه